هذا هو معنى آية ولقد بوأنا إسرائيل مبوأ صدق. تضمنت سورة يونس الحديث عن أصول العقيدة الإسلامية، توحيد الله تعالى وبما أوحى الله إلى الرسل والملائكة والبعث والجزاء. كما تحدثت السورة عن الوعد والوعيد، ويحرص الكثير من المسلمين على إدراك معنى آية ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. قال الله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وذلك في سياق عطف على الآيات التي قبلها، التي كان يضرب الله فيها لكفار العرب الأمثال من الأمم السابقة التي كفرت بالله وأنعمت، فأذاقهم الله عذابه وجعلهم نسيا منسيا. وأتبع الله مثل السوء بمثل صالح في هذه الآية، ليبين الفرق بين حال الذي آمن وحال الذي كفر. إن معنى آية ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أي أن الله أنزل بني إسرائيل الذين جاوزوا البحر ونجوا بعد حادثة غرق فرعون وجنده في صحراء التيه، فعكفوا على تزكية نفوسهم وعبادة ربهم، وأتبعوا شريعة أنبيائهم، فبدل الله خوفهم أمنا وبوأهم مبوأ صدق، أي المكان الخالص في نوعه المليء بالثمرات والنعم. ومراد قوله تعالى أن اليهود بقوا في مبوئهم منعمين مترفين يأتيهم الخير من كل مكان، إلى أن اختلفوا في القرآن فسلبهم الله ما أنعمه عليهم من الأمن والخيرات والأوطان. ختمت الآية بقوله تعالى: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهنا يرد الله الأمر إلى علمه وحكمته، ويتوعد بأنه هو الذي سيفصل في اختلافهم يوم القيامة، فيثيب المؤمن وينتقم من الكافر. وفي الآية إشارة إلى معضلة أصابت أمما كثيرة، وهي أن الشيطان إذا عصي عليه أن يترك الناس الدين بالكلية، أنشأ يحدث بينهم الفتنة والتفرقة حتى يحقق مراده، من تفريق شملهم وإضعاف وحدتهم وحل رابطتهم بعد أن كانوا أمة واحدة يعبدون ربا واحد ودينا واحد ورسولهم واحد.